طيب ايه الحاجة اللي لو حصلت هتقول خلاص كده يا الحمد لله يا رب انا مش عايز حاجة تاني؟ انا تفكيري مش كده، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا مش طماع، بس الحمد لله دايما ببقى عايز زياده. يعني لما وصلت لمرحله ببقى عايز زياده. يعني عارفه انت دايما يقول لك ارفع سقف طموحك لفوق قوي. صح. انا دايما رافعه الحمد لله لفوق، وعارف ان شاء الله ربنا هيكرمني كرم كبير جدا، وده يقين بربنا سبحانه وتعالى. فما اعتقدش ان في يعني في حاجه ممكن مثلا اكون عايز تحصل دلوقتي مثلا وانا قاعد معاك، او في حاجه مثلا لا اللي هو ايه، طب ماشي دي ممكن تكمل ولا لا، دي فيها خير ولا لا، فاهمه؟ بس خلاص بقى هي وظروفها، فاهمه حاجه؟ يعني حاجه لو حصلت هتكون راضي بشكل دلوقتي مبدئي، انا الحمد لله الحاجه دي حصلت معايا انا تمام، لسه قدامي شويه بقى على ما يعني اعمل على ما اجدد بقى. يعني مش عارف، يعني مثلا انا ممكن مثلا دلوقتي مثلا حاسس ان انا مثلا عايز العب ماتش، عايز العب اخد ماتش مثلا مع الفريق الاول، فاللي هو يا رب انا بجتهد وبتعب وتيجي طبعا وقت ما تيجي، بس لو جت دلوقتي يا رب هبقى مبسوط وراضي. وانا كده الحمد لله راضي في كل الاحوال، تلعب ما بتلعبش بلا اي حاجه انا الحمد لله راضي بيها. فطبعا ان انا مثلا ممكن ابقى عايز العب دلوقتي مثلا يعني، وبعد كده لا، بعد كده بقى نقعد نفكر شويه عشان الماتش اللي بعده. دي هتغير دلوقتي ممكن، لا مش هتغير، هتفرق معاك نفسيا وتفرق معاك في حاجات كتير جدا.